الحمد لله، هذا تقدم ملموس، انفراج كبير بالنسبة للشعب المغربي، بالنسبة للأمة الإسلامية بصفة عامة، خاصة بعد عودة صلاة الجمعة. احنا في الجمعة الثانية بعد 30 جمعة، وبعد 30 جمعة تبعت بدون صلاة. الحمد لله، هذا إنجاز كبير، وندعو الله عز وجل أن يرفع الوباء. تشكر بزاف اللي اختي شكيت تحضر صلاة الجمعة المسجد لله تعالى. الحمد لله فرح كل مدن، اللهم لك الحمد سقديت الافتتاح هذا المساجد كلوتن. الحمد لله يحضر يا العدد من بنادم اغيدي تظلن تلا تباعود تلا الكمامات ديال الكمامات تلا تباعود خيرات تلا تعقيم. الحمد لله يتوفر جميع جامع اللي خصان يتوفر خمس جيد. الحمد لله حتى قضية الفقيه جزاه الله خير اللي خسالة صليت يسكر الدعاء يدعي الرياض اللي إلاح هو الفلاس هو الفلاس ما سوري العائلة نسن التدير ربي بخير وعلى خير العائلة نسن. رحيم، بعد 7 شهور اللي حاولت نزور الجامعة، الحمد لله غلاد رزمت مسجديوين، ماشي كلشي ولكن رزمت بعض المسجديوين. أنشكر جهة الملك على اللي حيفك الأردنس باش رزمت مسجديوين. فرحة صلاة الجمعة اللي حتى وريت المساجد يصرح ربي جلالة الملك محمد السادس أنا تنسى ربي. المهم الخير هني فولكي بعد 7 شهور اللي حي سكوس نميد نو ورا الظهر كلك من الجامع شوية. المهم ميكسي ميك اللهم لك الحمد فلاح يرفع ربي الوباء ليلا.